السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة جميلة جدا، حاجة كده من الاخر. هنعمل كيكة التمر بصوص التوفي، حاجة كده في منتهى الروعة والجمال والشياكة كمان، حلوة جدا ومقاديرها سهلة وبسيطة. معانا كوباية من الزيت، كوباية سكر، 4 بيضات، كوباية حليب، كوباية من التمر، معلقة قرفة كبيرة، كيس من البيكنج باودر ورشة ملح، ومعانا نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ومعانا بقى 3 كوبايات من الدقيق. يبقى أول حاجة 3 كوبايات من الدقيق منخولين، طبعا نزلنا عليهم برشة حلوة كده من الملح عشان نعادل نسبة السكر. معانا كيس كامل من البيكنج باودر، ومعانا كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي كربونات الصوديوم. طبعا عشان دي كيكة تقيلة فبنحتاج كربونات الصوديوم عشان الارتفاع بتاعها. جبنا بقى الخلاط، هنعملها سهلة النهاردة في الخلاط بدون مضرب. اول حاجة حطينا الحاجات السائلة، حطينا كوباية من الحليب، عليها كوباية من الزيت، عليهم 4 بيضات. بعد كده نزلنا بمعلقة كبيرة من القرفة تخلي طعمها حلو جدا. بعد كده معانا كوباية من السكر، يبقى كوباية من كل حاجة بنفس المقدار. بعد كده معانا كمان كوباية من البلح، ده بلح اللي هو الرملي، مقشرينه وشايلين منه النوا. طبعا هنضرب الخليط كله مع بعضه كويس جدا في الخلاط لحد ما يمتزج بالشكل ده ويدخل له هوا طبعا ويتغير لونه بالشكل ده. معانا خلاص الخليط السائل بقى جاهز معانا بالشكل ده، هنفضيه في البولة بتاعتنا. ومعانا كمان الخليط الجاف اللي هو الدقيق والبيكنج باودر عليه بيكربونات الصوديوم او اللي هو الكربوناتو ورشة حلوة كده من الملح. هنبتدي بقى نخلط الخليط السائل ونضيف عليه الخليط الجاف. هنبتدي كده نحط الاول على مرتين كده وبالمضرب اليدوي او بسباتيولا اي حاجة في اتجاه واحد زي ما تعودنا، ونبتدي نقلب الخليط كويس جدا. ما شاء الله مش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط في عمايلها، سهلة وبسيطة جدا، كيكة حلوة ومغذية، وما شاء الله لو اشتريتيها من برة هيبقى سعرها غالي جدا فعلا، لانها بصوص التوفي هنعمله النهاردة مع بعض، فبتبقى حاجة كده منتهى الشياكة. خلاص ضفنا الدفعة التانية من الدقيق وابتدينا نخلط برضو بالمضرب اليدوي عشان نضمن ان الخليط كله امتزج مع بعضه بالشكل ده. خلاص اول ما نحس ان هي اختلطت معانا كده هنشيل المضرب بتاعنا ونجيب بقى سباتيولا بحيث نقلب من تحت لفوق بحيث نضمن ان الخليط كله امتزج مع بعضه ومفيش اي دقيق معانا اهو بالشكل ده كده. اثناء الفترة دي طبعا من قبل ما نبدأ عمايل الكيكة مولعين الفرن بتاعنا، هندخلها على الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 45 دقيقة، يعني ساعة الا ربع، وتشوفيها تختبريها بخلة، لو استوت معاكي خلاص تبقى جاهزة كده. هنحطها في القالب ده بيبقى شكلها حلو جدا ما شاء الله، تقدري تحطيها في صينية عادية مش اللي هي مفتوحة دي اللي احنا بنعمل فيها، او في اي قوالب متوفرة عندك، بس الشكل ده بيطلع حلو جدا معانا. بصوا ما شاء الله بقى هو ده القوام المطلوب بتاعنا اهو. هنبتدي نوزعها كويس جدا، ولو في اي حاجة كده وقعت معانا ولا حاجة هتمسحيها قبل ما تدخليها الفرن عشان ما تتحرقش معاكي اهو بالشكل ده كده. الفرن خلاص سخن معانا وجاهز، هنبتدي بقى ندخلها، وبعد كده اهم حاجة انك تختبريها بخلة من النص اهو. بصوا المقدار ما شاء الله، لو عملتيها حتى في صينية عادية هيبقى مقدار حلو جدا، كيكة ناجحة 1000000%، وهتشوفوا دلوقتي ارتفاعها وهتطلع هشة من جوه وطرية، سهلة وبسيطة جدا لأي حد مبتدئ يعرف يعملها بمنتهى السهولة اهو. سوينا الوش بتاعها كده بالشكل ده، وهنخبطها كمان خبطة كده عشان نطلع الهوا منها، وبعد كده هندخلها على الفرن. خلاص بعد كده بقى أثناء ما هي في الفرن هنحضر صوص التوفي بتاعنا. حطينا كوباية من السكر، مش هنحط لها ولا نقطة مية، هنسيبها كده اول ما تحمر من الجوانب ويبتدي السكر يسيح هنبتدي بمضرب يدوي كده، وتبقي ماسكة الحاجة بتاعتك كويس على العين اللي من جوه، ما يكونش جنبك اطفال ولا اي حاجة، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع. نزلنا عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة،
بعد السكر مساح كويس جدا. قلبنا خليط السكر اللي ساح مع معلقة الزبدة بالشكل ده. هنعمل بقى صوص التوفي النهاردة بإيه؟ مش هنعمله لا بحليب ولا بكريمة، هنعمله بالقشطة عشان الطعم ده هيخلي الكيكة في حتة تانية. برضو ضفنا كوباية كاملة تلات ارباعها قشطة، مكملين الربع اللي باقي بالحليب عشان يطلع قوامه حلو ما يبقاش سميك جدا. جربي بقى صوص التوفي بالقشطة هيطلع معاكي طعم وحاجة كده ما شاء الله أحلى من الجاهز. نزلنا آخر حاجة بكيس من الفانيليا، وأهم حاجة تخلي السمك وسط، لأن كل ما هيقعد ويبرد القوام بتاعه هيتقل شوية. أهو بصوا عايزينه بالشكل ده، أول ما هيرتاح معاكي ويبرد هتلاقي قوامه بقى سميك. خلاص هنسيبه يهدى بقى. بصوا الكيكة ما شاء الله، شايفين بقى الارتفاع اهو كده، بقى دي كيكة ناجحة معاكي 1000000%. ان شاء الله تعتمديها وتجربيها هتعجبك جدا. قلبناها طبعا وهي سخنة عشان تنزل معانا بمنتهى السهولة. هنسيبها لحد ما تبرد خالص، تحطيها بقى في طبق التقديم بتاعك، وبعد كده هنزينها بصوص التوفي. عملنا ايه بقى في صوص التوفي؟ حطيناه في كيس تلاجة عادي جدا، مش شرط يعني تشتري اكياس مخصوص ولا حاجة، وربطناه. هنبتدي نعمل فتحة من تحت ونبتدي نزين الكيكة بتاعتنا. يلا بقى اللي وصل معانا لحد هنا، ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي عشان عيلتنا تكبر بيكم بإذن الله. اهو بالشكل ده بقى، اي شكل انت حباه هتزيني بيه. ما شاء الله كيكة حلوة جدا مغذية، هتخلي ولادك يفرحوا بيها، وكمان ما شاء الله يعني كيكة مفيدة، فيها تمر وفيها حليب وبيض، فيها كل العناصر الغذائية. كمان حليناها بصوص التوفي، جميلة جدا ما شاء الله. بصوا بقى لو اشتريتيها من برة هتبقى غالية جدا، يعني تكلفتها في البيت مش هتيجي، مش هقولك ربع تمنها، لا مش هتكلفك تمن تمنها كمان، لان الحاجات دي كلها متوفرة في البيت. هي الحاجة الوحيدة اللي هتجيبيها من برة اللي هو التمر، ولو عندك تمر ناشف ينفع هتفصصيه وتبليه في حبة مية سخنة وتستخدميه بنفس الطريقة. زينا كده بشوية فستق لو متوفر عندك، مش متوفر شوية جوز هند من غير اي حاجة، بصوص التوفي بس. ما شاء الله كيكة في منتهى الروعة والجمال، بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله. حاجة كده فاخرة ما شاء الله. هنقطعها مع بعض عشان نشوفها من جوه ونشوف ارتفاعها، حاجة كده في منتهى الفخامة. اهو بصوا ما شاء الله يعني ارتفاعها حلو جدا، اهو بصوا ما شاء الله. هنحطها بقى في طبق كده، بصوا بقى شكلها حاجة كده شهية وتفتح النفس لوحدها بدون اي حاجة، ما شاء الله هشة جدا. اتمنى تجربوها، واهم حاجة لو عجبتكم الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي عشان عيلتنا تكبر بيكم.